طيب بعد حديثنا عن الاقتصاد المطول، الحقيقة انه مفيش اي حد ممكن يختلف انه عودة السياحة مرة اخرى زي ما دايما بنقول، عودة الاستثمارات المباشرة مرة اخرى، زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ارباح قناة السويس المنتظرة، كل الحاجات دي هي ربما تكون اسرع روشتة واسرع طريقة لدخول الدولار وعودة الدولار مرة اخرى الى مصر، وبالتالي استقرار السياسة النقدية وسعر الصرف. في كل الأحوال السياحة مش بس إن أنت تطلع برا مصر وتسوق وتعمل عروض وبروموشنز عن مصر واللي فيها، السياحة إنه كمان لما يجي لك السائح هنا يلاقي حاجات عندك مميزة، ويلاقي حاجات عندك هو لما يرجع بلده حتى يتكلم عليها. زي ما كنت بقول في الأول، من ضمن الحاجات اللي كنا في يوم الأيام حقيقي في مصر متميزين جدا بيها كانت حديقة الحيوان اللي في الجيزة. الحديقة عندنا والحيوانات اللي جوه موجودة عندنا، وعندنا إدارة مركزية لحدائق الحيوان، وعندنا وزارة الزراعة اللي بتتبع لها هذه الحدائق، وعندنا إدارات كتيرة بتأتي وتدير هذه الحدائق، عندنا طب البيطري في مصر، عندنا حاجات كتيرة جدا. إيه اللي ناقصنا عشان نرجع تاني حديقة الحيوان دي مكان أو وسيلة للجذب السياحي؟ وإيه اللي ناقصنا عشان نرجع تاني ندخل في التصنيف العالمي وخصوصا الإفريقي في حدائق الحيوان؟ عندنا حاجات كتيره جدا غلط بتحصل جوه، منها حاجات مش المفروض تكون موجوده لان هي بتتنافى الحقيقه مع فكره الرحمه والرفق بالحيوان. في عندنا فكره لخبطه كده انه حيوانات تتحط مع حيوانات تانية مش المفروض تكون معاها، فكره انه في حيوانات اصلا وجودها في حديقه الحيوان ملوش اي معنى، ليه علاقه بالتنظيم بالتنسيق وامور اخرى كثيره. دايما اي حاجه نقدر نعملها ما بتكلفناش فلوس كتير، هي بس مجرد محتاجه ضمير ومحتاجه نشتغل شويه بس، ومحتاجة نطلع بره الصندوق. دايما الأفكار دي هي الأقرب، دي حاجات ممكن لما نعملها نرجع تاني في يوم الأيام بعد أسبوع اتنين شهر اتنين تلاتة مصر ترجع مرة تانية حديقة الحيوان الرئيسية الكبيرة فيها في الجيزة، لأنه طبعا في أكتر من حديقة حيوان في مصر، ترجع تاني تدخل ضمن التصنيف العالمي لحدائق الحيوان. طبعا كل ده كوم والحديث عن الرحمة بمخلوقات ربنا سبحانه وتعالى اللي دايما بنتكلم عنه وحنفضل بإذن الله طول ما فينا نفس نتكلم عنه، ده كمان كوم تاني خالص. تعالوا نشوف مع بعض هذه الجولة اللي قمنا بيها في صباح دريم داخل حديقة الحيوانات في الجيزة، نعرف كده إيه الحاجات اللي ممكن نعملها وإيه المشاكل اللي موجودة فيها، ولكن طبعا ده جزء قليل من المشاكل لأنه هي محتاجة أيام منك الحقيقة عشان ترصد أهم الظواهر وأهم السلبيات اللي موجودة فيها. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير، وإن شاء الله يا رب يكون فيه إفادة وتكون دي نصيحة أو روشتة بنقدمها للإدارة الحالية القائمة على حديقة الحيوانات بالجيزة. صباح الخير. في سنة من السنين، من عشرات السنين، كانت مصر ليها شهرة عالمية انه عندنا احلى واعرق حدائق الحيوانات في العالم. النهاردة الحقيقة احنا خرجنا برا تصنيف حدائق الحيوانات في العالم، وما بقاش عندنا دور التاج او جوهرة حدائق الحيوانات في افريقيا زي ما كانت حديقة الحيوانات عندنا بتتوصف زمان. ده ليه؟ ده لأسباب كتيرة قوي، منها أسباب متعلقة بثقافتنا وسلوكياتنا، الباعة الجائلين، المشاكل اللي جوه، عدم النظافة، حاجات تانية يعني كتير قوي. ومنها برضو أسباب متعلقة لسوء إدارة الحياة مع الحيوانات اللي بتجينا من بره، فبالتالي في بلاد كتيرة قوي بتقولك لا أنا مش هصدر لكم حيوانات عشان أنتم ما بتتعاملوش بالشكل المطلوب مع الحيوانات. ما بين الأسباب دي والأسباب دي، ما بين حاجات تانية أو عوامل تانية كتيرة قوي، حبينا قوي في صباح دريم بما أن احنا بالنادي بالرحمة وبالنادي بالحفاظ على الحاجات الجميلة اللي في التعامل ما بيننا وما بين مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، أيا كانت إيه، الإنسان الحيوان والنبات، لأنه ربنا وصانا على كل كائن عنده روح، كل كائن بيتنفس. ما بين بقى كل الحاجات دي، حبينا في صباح دريم وبمناسبة البرنامج التدريبي الوعي التدريبي اللي موجود هنا اللي بيقام على مدار 3 أيام داخل حديقة الحيوانات داخل المركز الوعي البيئي من الاتحاد المصري لحماية الحيوان وبعض جمعيات الرفق والحماية والرحمة بالحيوان المصرية اللي ليها باع في هذا الشأن، حبينا نيجي
نستكشف الاجواء جوه عامله ازاي، نشوف ابرز المشاكل اللي موجوده هنا ايه، ونسال السؤال ده ونحاول نطلع باجابه. هو ليه مصر النهارده ما بقتش مصنفه عالميا من ضمن البلاد اللي بتحتوي على اهم واجمل حدائق الحيوانات في العالم؟ حتى دي ما عرفناش نحافظ عليها. حتى دي ما عرفناش نحافظ عليها. تعالوا تابعونا في هذا التقرير يمكن نوصل لاجوبه والحاجات تانية مهمه جدا مع بعض. يلا بينا. النهارده اخر يوم في برنامج التدريبي اللي الاتحاد قرر يعمله بالتعاون مع حديقة الحيوان عن سلوكيات والرفق ورعاية الحيوان، والدكتور عاطف امبارح كلمنا عن الموضوع ده بتفصيل، والنهارده الأستاذة منى والدكتور عاطف برضو هيكلمنا عن نفس الموضوع، وهو ازاي نتعامل مع الحيوان وازاي نرحمه نرفق بيه وازاي نقول للجمهور ده غلط وده صح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بيشرفني يعني الحضور في هذه الدورة التدريبية للعاملين بحديقة الحيوان، وانا اما اتصل بي احمد بيه ان انا اشارك في هذا الموضوع، قلت له بدون هتلاقيني بكرة موجود معاك. ليه؟ لأن ده بيتي حديقة الحيوان، أنا قضيت هنا 10 سنوات في حديقة الحيوان وعارف مشاكل حديقة الحيوان والعمال والدور الكبير جدا اللي انتوا بتقوموا بيه كعمال في حديقة الحيوان في القطاعات المختلفة، وحاسس بمشاكلكم كلها. فإحنا في هذه الدورة جزئين تنقسم إلى جزء توعوي ان هو حماية الحيوان، تخلي بالك من الحيوان، لا حيوان ده أبكى ما بيتكلمش، النظافة بتاعته، الأكل بتاعته، العناية بتاعته. فأنا طبعا من خلال هذا اللقاء الجميل بوجه طبعا الشكر لجمعية أصدقاء الحيوان، حديقة الحيوان، الدكاترة المحترمين دكتور علاء حبيبي وصديقي العزيز. فأنا بتمنى ان هذه الدورة تأتي بثمارها زي ما بيقولوا، وإن شاء الله مشاكلكم إن شاء الله هنحاول نحلها. وشكرا. السلام عليكم. معلش أنا بقى مش زي أستاذنا الدكتور عاطف، بحب كده وإحنا بنتكلم مع بعض نتكلم كده مع بعض حوار مباشر. أنا بشتغل في الرفق بالحيوان عشان بحب الحيوانات، بس عايز أعرف قبل ما أتكلم معاكم، بتتدربوا قبل ما تمسكوا حيوانات معينة ولا بيعتمدوا ان انتوا تيجي تمسك مسؤولية حيوان وتاخد الخبرة من الشغل؟ انا قاعدين في المكان، بياخدني معايا واحدة واحدة، يعلمني على ايده واحدة واحدة، بيدربني واحدة واحدة. ما انا مش هجيب واحد من بره طول يخش على الفيل، مش هينفع. في ناس اقدم فبياخدوا معايا على ايده، لان الفيل اصلا كمان بالشم. يعني مسؤولية تدريب عمال الجنينة بتعتمد ان العامل الجديد يدربوا عامل قديم. القديم رئيس النقطة بتاعه. تفتكروا الحيوانات بتحس زي البني ادمين؟ اكتر. اكتر من البني ادم. اكتر من البني ادم. الحيوان بيحس اكتر من البني ادم. اكتر من البني ادم. عمركم شفتوا حد من الحيوانات اللي انتوا بتشتغلوا عليهم عيط؟ شفتوا دموع في عينين حيوان؟ لما تعيط. الدموع بتنزل من عينيها. والفيل بيعيط. ايوه بيعيط. يعني شفتوا دموع الحيوانات؟ عنده احساس زي ما قلت لكم. انا بجد يعني انا ممكن اقعد اكمل الحوار ده ساعات وساعات طويله. ليه؟ انا دايما بقول البني ادم اللي بيحتك بالحيوان بشكل مباشر، زي ما حضرتك قلت كده، احنا بنقعد معاهم اكتر من بنقعد مع اهلنا وفي بيوتنا، بتعيش معاه سنين، بتفهمه من نظره العين، وبقى بيفهمك لو اتحركت هيتحرك وراك. انتوا بالنسبه لي الترمومتر بتاع الحيوان ده، اللي ما عندوش صوت يتكلم، اللي مش هيعرف يقول اي، مش هيعرف يقول انا جعان، مش هيعرف يقول انا موجوع، مش هيعرف يقول انا حران، مش هيعرف يقول القفص ده ضيق عليا، مش هيعرف يقول انتوا حاطيني في قفص ارضيته خشب وانا جاي من غابه ارض نجيله وتراب وزرع ونجيله، ويعني
حاجة تانية مختلفة خالص. فانتوا اكتر ناس هتحس بالحيوان الاخرس ده لما بيعرفش يتكلم. انت اخترت الشغلانة دي، انت اشتغلت الشغلانة دي، انت قررت انك عايز تشتغل الشغلانة دي، لو انت مش قدها قبلت ليه وتحملت مسؤولية روح ليه؟ بشكركم وشكرا على تفاعلكم معايا، ويا رب النهاردة اللي انا سمعته منكم ده زي ما انتوا قلتوا ان زمايلكم كلكم زيكم كده، يا ريت تكونوا بتتكلموا مع بعض، علشان احيانا زي اي حته في الدنيا لازم هيبقى فيها حد كويس وهيبقى فيها حد وحش. هنوزع الشهادات حضور برنامج التدريب. الدكتور والاستاذه منى اتفضلي. اول واحد السيد احمد امين. السيد محمد أحمد عبد العزيز. النهارده واحنا برضو موجودين في وسطكم كده ومعاكم، عايزين نكرم النهارده شخصيتين ناس بتتعاون مع جمعيات رفق بالحيوان وبتشتغل على رفق بالحيوان ومتبنية قضية الرفق وبتساعد الجمعيات وبتحاول تنشر الوعي والفكر اللي خاص بقضايا وحقوق الحيوان. وهننتهز الفرصة ان احنا موجودين النهاردة معاكم في حياة الحيوان وفي وسط ناس بتشتغل على الحيوانات، عشان نكون متشكرين جدا جدا للأستاذ الدكتور عاطف كامل اللي خصص لنا هذه الأيام وجه وشارككم واتكلم معاكم. ونشكر واحدة من الإعلاميات النادرات المتبنية قضية الحيوان وبتدعمها ومتفهمة إعلامية واعية مدركة وهي بتخاطب المجتمع انها بتخاطب قضية أساسية ومحورية، أستاذة منى فاروق. عايزين نعبر لك عن شكرنا. دكتور عاطف، اسمح لي ان احنا نعبر لك عن شكرنا. بصي يا دكتور، شكرا جزيلا. اولا اسمحي لي بس، انا عايزه اقول لك استاذه منى خليل والاستاذ احمد الشربيني، وعايزه اقول لكم انا بشكركم جدا، لان دي شهاده انا هعتز بيها طول حياتي، انه الناس القائمه في مصر هنا على توعيه المجتمع بضرورة الرحمة في التعامل مع مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، تبقى هي دي الناس اللي بتشجعنا أكتر، وانتوا بتزرعوا مفاهيم أكتر من رائعة. يعني ثوابكم عند ربنا سبحانه وتعالى أكيد، ده أهم ثواب في الدنيا، بس أنا حقيقي بشكركم وربنا كتر من أمثالكم، حقيقي بشكركم. ميرسي. الأستاذ أحمد الشربيني، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق ورعاية الحيوان، أهلا بيك يا فندم في صباح الدريم. أهلا، صباح النور. ايه اهميه مؤتمرات او ندوات او برامج تدريبيه زي اللي احنا فيها النهارده دي يا فندم؟ ايه اهميه دور انه جمعيات الرفق بالحيوان والاتحاد المصري يجي حدائق الحيوان يتكلم مع العمال اللي فيها يديهم ارشادات، ده يفرق فيه؟ هو ده دورنا، ده دور الجمعيات ودور الاتحاد، ان احنا بننشر الوعي وثقافه الرفق بالحيوان، ومش فقط من خلال الجمعيه او الاتحاد للناس، إنما برضو مع القائمين على رعاية الحيوان في حديقة الحيوان، لأن ده دور مهم. وبنسمع شكاوى كتيرة من الجمهور، وبتوصلنا شكاوى كتيرة بإساءة استعمال القائمين على رعاية الحيوان، بيستعملوا أو حقهم بيستخدموه غلط في التعامل مع الحيوان، ومش كلهم الحقيقة، وهم في علاقة جميلة وطويلة وظريفة وود ما بينه وما بين الحيوان، ويشكروا على كده. إنما دورنا إن احنا نعلي وندي خبرة أكتر للناس دي من منظور الرفق بالحيوان. أنا بشكرك يا فندم، وحقيقي بنحيي مجهوداتكم دي. بشكرك. حضرتك شكرا، ألف شكر. سعيدة كمان أن يكون معنا شخصية هي ضيفة أجنبية، لكنها الحقيقة مش ضيفة قوي، لأن هي بقالها أكتر يمكن من 35 سنة مقيمة في مصر، هي إنجليزية. جاكي، ويلكم من صباح دريم. Thank you. It's a pleasure. The pleasure is ours. Am I.
being a foreigner and living in Egypt for over 35 years, nearly 35 years, how do you evaluate the level of awareness we have in Egypt when it comes to animal welfare and mercy towards animal? When I first came to Egypt, I didn't see very much awareness towards animal welfare. Since we opened ISAF and working closely with animal welfare, I'm very happy to say that I have seen evidence of more people being aware of animal cruelty and animal welfare. For example, people that never would have kept pets now have pets. For example, when we were living in apartments at the Boab, we would see the children being very cruel to the animals, their cats and things. Very quickly, they reacted to our comments about, and very soon, even the Boabs would have a dog. The children would start telling us that there were sick animals around. Things like this. Practically everywhere we went to live, very few people had animals. In a very short time, it seemed everyone, because we had pets always, it seemed like everyone was copying us. Everybody started to keep dogs. Suddenly everybody had a dog. Where we live now, when we first went to live there, nobody had a dog. Now nearly every house has a dog. I thank you very much for being with us, and thank you very much for all the efforts done to raise awareness. It's a pleasure. It's a pleasure. أستاذ محمد توفيق عضو مجلس إدارة أسمى للرحمة بالحيوان، أهلا بيك في صباح دريم. أهلا وسهلا. ليه مهم إن أنتوا كجمعيات رحمة ورفق بالحيوان تنزلوا للشارع تتكلموا مع الناس اللي بتشتغل مثلا في حدائق الحيوان؟ وطبعا ليكوا أنشطة تانية كتير، لكن أنا بدي مثل بالبرنامج التدريبي اللي احنا فيه النهاردة ده، بيفرق فيه يا أستاذ محمد؟ بيفرق في زيادة الوعي والثقافة عند الناس القائمين على عادات الحيوان. وانت عارفة طبعا عادات الحيوان فيها مشاكل كتير، واحنا قابلتنا مشاكل كتير فيها وبيجي لنا شكاوى منها كتير، خاصة من العمال والتعامل مع الحيوان والكلام ده كله. فاحنا كان يهمنا ان احنا نحاول نرفع الوعي الثقافي عند الحارس، اللي هو الحلقة الأضعف في التعامل، انا بعتبره الحلقة الأضعف في التعامل، اللي هو كل الضغط عليه، وفي نفس الوقت هو شايف نفسه ان هو ما بياخدش حقه، واللوم كمان كله عليه، خد بالك كله عليه. فهو الحراس دول الحلقه الاضعف، هم اللي بيتعاملوا تعامل مباشر، وهم اللي بياكلوا، هم بيشربوا، هم اللي بيعالجوا طبعا بامر الدكتور، هو بيدي العلاج. فالحارس ده لو انا ثقفته وانا وعيته ورفعت من مستواه، اكيد هيبقى النتيجه افضل من اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. بحاول اطلع الحقيقه البروشور اللي انا شفته اللي انتوا عاملينه، ولا انا عجبني جدا. ايها الزائر، جميع الديانات السماوية حثت على الرفق بالحيوان فلا تقصوا عليها، كذلك حثت على حماية البيئة فحافظ على الحديقة. جميل أوي. بشكل أكبر، ومثلا على شاشات، ممكن شاشات عرض أو كده، بحيث الناس كل ما يمشي هيشوفها، فهيقل احتكاك الناس اللي جاي بالحيوانات، لأن معظم الناس اللي بتيجي بالحيوان مثلا بتعذب او بترمي حاجه للحيوان، او بيحاول مثلا يعمل اي حاجه او يستظرف على الحيوان او الكلام ده كله. بص انا عاجبني مثلا قوي هنا حاطين صوره قرد، وهو بيقول ايه القرد ده؟ بيقول تحب حد يضربكم بالطماطم ويقول لك انا بهزر؟ طبعا لا. طيب ليه تضربوني بالفول السوداني؟ يعني انت مش عايز تاكل القرد بفول سوداني؟ خلاص يا سيدي ما تاكلوش، بس ما تقعدش تضربه بيه، بلاش الممارسات الوحشيه دي. هي ثقافه واخدينها ان هو بيلعب، حتى في الشارع مثلا شوفي ولد صغير بيجري على قطه ولا بيشوطها برجله ولا الكلام ده كله، هو بيعملها كدميه، او ما يعرفش انها مثلا بتشعر، بس زي ما قالت منى ان الحيوانات بتشعر وتحس. في ناس مش واصله لهم النقطه دي، فاكرها حاجه في الشارع، ادوسها بالعربيه، اخبطها وانا بجري، اضربها برجلي، فده بيبقى البيت عليه عامل كبير. الى جانب ان احنا كنا طالبنا وزاره التربيه والتعليم تدخل مبادئ الرفق في بعض المراحل السنية، خاصة في المرحلة الابتدائية، ان الولد يبقى نازل له كتاب بيتكلم عن الرفق بالحيوان، عشان نقدر نعمل زي ما شفنا بره في امريكا، واحنا شفنا الكلام ده بعينينا في الدول اللي احنا زرناها، في بينزلوا منهج للرحمة والرفق بالحيوان بعيد عن النواحي الدينية خالص، بيتكلم من منطلق الواقع اللي الناس عايشة فيه. انا بشكرك جدا. منى خليل زميلتي الإعلامية أولا وصديقتي ورئيسة مجلس إدارة جمعية أسمى للرحمة بالحيوان، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال في فكرة توصيل المعلومة للناس، وإن أنتوا تختاروا الكيبرز أو العمال اللي بيشتغلوا في تعامل مباشر مع الحيوانات داخل حديقة الحيوان، عشان تبقى البداية منهم، من تثقيفهم وتوعيتهم؟ احنا بالتأكيد عارفين انه حدائق الحيوان في مصر، مش بس حديقة الحيوان الام اللي هي الجيزة، مصر فيها 8 حدائق حيوان، ده اللي هي الحكومية.
عارفين انه العنصر الاهم والاساسي هو الشخصيه اللي بتتعامل مع الحيوان بشكل مباشر كل يوم طول اليوم اطول وقت ممكن، احتكاك مباشر. ده اللي هيلاحظ عيان تعبان كل ما اكلش، ده اللي واقف عليه والزوار داخله، ده اللي ممكن يسمح بالسلوك السيء اللي بيمارس من بعض الزوار. احنا بنسمع عن صواريخ بتحدف على القرود، عقب سجاير، احدف له علبه بلاستيك، علبه صافيه، ضربه بالعصيان، الحاجات دي كلها. وللاسف البعض منهم ممكن يتجاوب بمقابل مادي عشان هو يعني بالنسبه له بياخد مقابل، والبعض التاني احقاقا للحق لا ما بيتجاوبش وبيمنع السلوكيات دي. منى طبعا انا نفسي اتجول معاكي في كل مكان داخل حديقه الحيوانات في الجيزه، هطلب منك تختار لنا 4-5 حيوانات نقف قصادها نتكلم ونفهم ونشرح للناس اوضاعها ايه، وهل اصلا اماكنها دي صح اللي هي محطوطه فيها ولا لا. تختاري ايه؟ هختار بيت الفيل، وهختار الشمبانزي، هختار الاسود، وهختار حاجه غريبه جدا مش موجوده غير عندنا. حد يقول لي هو جنينه الحيوان بتعمل ايه باماكن مخصصاها للكلاب والقطط؟ على اساس ان هي حيوانات بريه، ولا على اساس ان احنا ما نعرفش شكلها، ولا على اساس انها مش موجوده عندنا فالناس مستنيه انها تخش تتفرج عليها عشان ما بتشوفهاش غير في التلفزيون ولا ايه؟ بجد سؤال بساله لكل ادارات اللي مسكت حدائق الحيوان والاداره الهيئه العامه للكائنات البيطريه، هو يعني ايه كلاب وقطط في جنينه حيوانات؟ بتعملوا بيهم ايه بالظبط؟ تعالوا بينا نبدا الجوله دي، ومنى اختارت كده مجموعه حيوانات او اقفاص هنتكلم عنها، هنبداها ببيت الكلاب، يلا بينا. الحقيقه شفت المشهد ده، شفت يعني واحنا معديين على بيت رايحين على بيت الكلاب، سمعنا قطط عماله تصرخ من الجوع، صريخ من الجوع جوه حديقه الحيوانات، وشفت ست جميله قوي زائره هنا عندها رحمه في قلبها هي اللي طلعت حته فينو، وزميلنا محمد توفيق قاعد يفتت وياكل القطط. منى هو يعني هو طبيعي وجود قطط داخل قفاص بالمنظر ده؟ مش طبيعي وجود قطط داخل قفاص، مش طبيعي وجود قطط اساسا تعرض للزائرين، مش طبيعي ان يكون ده منظر قفص، مش طبيعي ان يبان القطط دي واضح انها محبوسه ومحدش واخد باله منها. لو خدتي بالك حالتهم الجسمانيه بتقول القطط دي بقى لها هنا شويه لا بتاكل ولا بتشرب. بصي الطريقه بتاكل بيها، بصي حاله القفص، بصي المكان، بصي الناس دي كل الناس كلها ماشيه وسامعين. احنا سمعنا صيخ القطه وقفته، شوفي كام حد من الجنينه ومن غير الجنينه سمع الصيخ ده وما عملش حاجه. ده مشهد بس من مشاهد تانية كتيرة موجودة هنا. يلا بينا على بيت الكلاب. وأخيرا وصلنا بيت الكلاب. الحقيقة يعني سألنا ناس كتير قوي هنا بيشتغلوا في الحديقة، كل واحد قال مكان. اخيرا وصلنا. احنا شايفين دلوقتي كلاب هنا جوه، مش صح؟ دول مش كلاب، امال لا دي مش هنا في مصر بيقول لك ده السلعوه، بس طبعا ده مش كلب. ومن الغراء بصي 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 بيلفوا بسرعه، بص دي كلها حركات نوم، بص بص بيحاول يطلع من الحيطه، خايفين قلق رعب. انا هم خايفين قلق، الحركات دي حركات قلق رعب خوف، بيحاول يلاقي منفذ، عايز يهرب، عايز يستخبى. بص الحركه عامله ازاي، دي حركه عصبيه. طب ليه بيسموهم سلعوه وهما مش سلعوه؟ اولا مفيش مخلوق اسمه سلعوه، مفيش مخلوق ربنا خلقه اسمه سلعوه، انما دي الحدوته اللي اتقالت لنا علشان الحكومه ما تقولش ان في اماكن الثعالب والذيابه دخلت فيها لما هم سموا الكلاب، فبقت بتخش من الصحراء او المناطق الصحراويه المجاوره ذياب وثعالب، فمش هيقولوا كده فاخترعوا لنا اختراع السلعوه. لكن انا عايز اعرف حاجه، الكلب هو الحارس على البني ادم ضد هذا النوع من الحيوانات، الاثنين محطوطين جنب بعض في قفصين ازاي؟ ازاي يكون مأوى الحيوان ده وجنبه الكلب اللي المفروض ان هو بيخاف منه؟ ازاي؟ يعني احط قفص فيه غزاله واحط القفص اللي جنبها اسد؟ يعني ديابه وكلاب جنب بعض، سامين ريحه بعض، سامعين بعض، انا بتهيألي الصوره خير تعبير. ده تعذيب يا جماعه، ده تعذيب يا ريس، ده تعذيب. احنا عارفين ان مش بايدك، بس احنا بنقول ده تعذيب. هما كده الكائنات دي متعذبه 24 ساعه، ما تحطهمش جنب جنب الكلاب، هما بيخافوا من بعض. طيب ماشي. وده ايه يا منى؟ كلب شمشيك برضه هيجنن عايز يخرج. مش طبيعي، مش طبيعي ان كلب تبقى محبوسه، مش طبيعي ابدا ان كلب تبقى محبوسه. دي كلها سلوكيات، لو في حد هنا قائم على السلوكيات
وفاهم في سلوكيات الحيوان يعرف ان ده وضع مش طبيعي. الحاجة التانية لو خدت بالك هم على بلاط، دي برضو ارضية مش طبيعية. طبعا ممكن اعرف في الشتاء ايه اللي بيحصل في السقعة والبلاط ده زي التلج، شايفة حاجة بيقعدوا عليها يعني حتة خشب حتة بلاستيك اي حاجة قاعدين عليها. عايزين بس يكونوا بيسمعونا دلوقتي في الادارة المركزية لحدائق الحيوان، بعد اذنكم، وجود الكلاب اقفاص الكلاب جنب اقفاص الديابة ده غلط. الكائنين دول بيخافوا من بعض جدا، وبالتالي انت مقعدهم في خوف رهيب 24 ساعة. تاني حاجة انه مش المنطقي انك تفضل حابس الكلاب هنا، دول جيرمن شيبرد وريتريفرز وبتاع، مش طبيعي ان هم يفضلوا قاعدين جوه القفص محبوسين كده، ده غلط يا جماعة. كلاب فرنش لولو في حديقة الحيوان ازاي بقى؟ ده يا جماعة مكانه مش هنا خالص، الكلب ده مكانه مش هنا خالص، مش في حديقة الحيوان. اشرح لنا يا منى ليه؟ انا اللي عايزة حد يقول لي ليه؟ انا عايزة حد يرد عليا ويقول لي المنظر ده ليه؟ الحيوان ده هنا بيعمل ايه؟ ليه؟ ليه؟ ده حيوان مكانه في بيوت، دي الحيوانات الأليفة اللي بتتربى في بيوت، بدل ما احنا دلوقتي سامعين عن ان في بيوت بقى بيتربى فيها اسود، دي الحيوانات بتتربى في بيوت. قاعده هنا ليه؟ هذا الحيوان عايش في هذا المكان ليه؟ احنا اخيرا وصلنا بيت الفيل، وقالوا لي ان الفيل ده الفيله دي اسمها ايه؟ كريمه؟ في هنا كريمه، ايوه، وكان في نعيمه بس مش عارفه اذا كانت لسه موجوده ولا نقلوها البيت التاني. انت كنتي تركبي النعيمه وانت صغيره؟ صح، كنت بركب نعيم. ذكريات حلوه، بس الواحد مزعلان انه الامور بتتدهور. حل الحيوانات وقت ما كنت انا باجي هنا كطفله ما كانش كده، كان احسن من كده بكتير. ما كانش كده. الفيل وجوده هنا في الحياه بالمنظر ده طبيعي يا منى؟ لا طبعا، المفروض يكون المساحة أكبر من كده. يمكن هم مراعيين الجزء العشبي في الموضوع، لأن الفيل لازم يبقى عنده عشب كتير وبيحب ياخده، وتلاقيه بياخده من الأرض كده ويروح رميه على نفسه من فوق زي ما احنا شايفين بيبقى موجود كده. بيبقى لازم يبقى فيه خضرة كتير برضو، لكن هنا برضو الأرض أسمنتية إلى حد كبير والمساحة ضيقة. مساحة ضيقة على وجود فيل هنا. الحيوان اللي قدامي ده دلوقتي مكانه وبيئته الطبيعية ايه؟ غابة، شجر، مساحات. خلينا بقى نبص قدامنا، خشب، حديد، قفص، 4x4. الحركات اللي الناس شايفاها واقفة تضحك عليها والصوت اللي عملوه دلوقتي ده، هم متذمرين، هم متضايقين، هم زعلانين، هو متعصبين. ده مش مكان عيشة طبيعية أبدا للشمبانزي. طب السؤال بقى يا منى، حدائق الحيوان التانية اللي في العالم اللي في دول تانية بيعملوا ايه؟ ما برضو يعني ما هيوفروا لهم بيئة استوائية أو بيئة زي ما يحصل؟ بيحطهم في أماكن عبارة عن أرضية ونجيلة وزرع متوفر فيها أنواع الأشجار اللي بيعيشوا عليها في الغابة ونوعية التغذية اللي بيعيشوا عليها في الغابة. ما بتشوفيش لا خشب، ما بتشوفيش أسفلت، ما بتشوفيش حديد، غير إذا كان السور الخارجي للمكان بأكمله. لكن هي مساحة، بصي، ناس فرحانة، هو كده متعصب، هو كده متعصب، ها؟ بصي متضايق، متضايق. طيب إحنا عايزين بقى نقول كده، المشهد ده بس هكرر على كلام منى، المشهد ده اللي فيه الشمبانزي عمال يتنطط ويصرخ ويكسر ويهبط جامد، الناس واقفه بتضحك عشان الناس مش فاهمه، بس هو معنى ده ان هو متعذب من حاجه او متألم من حاجه. دي مش البيئه الصحيه الطبيعيه اللي يكون موجود فيها الشمبانزي. هنا وصلنا بيت الاسد، وبصوا احنا عايزين نتفق اتفاق، احنا جايين نتكلم عن حقوقكم ومشاكلكم، هنزوم ونعمل حركات، هطلع اجري. منى قولي لي، وضع الاسوده هنا ايه جوه حديقه الحيوان؟
مش عايزين نقول كلام يزعل حد، قلنا بما فيه كفايه النهارده. طب انا هرضى ذمتك. اسدين، مساحه القفص قد ايه؟ طبيعه الارضيه قد ايه؟ سيبك ان هما واضح ان هما مرمي جنبهم لحمه واكلين لحمه الحمد لله وكويس كل حاجه. هو الاسد دي بيئته الطبيعيه خشب وارضيات صلبه، خمسه في ثلاثه هي دي المساحه، خمسه في اربعه هي دي المساحه اللي اسد الغابه متعود انه يعيش فيها يعني. طيب انا برضو لاحظت حاجه، انه سؤال، هو الاسود بتبقى متخدره؟ بتخدروا الاسود؟ مفيش حاجه اسمها نخدر الاسود فعلا؟ لا ما فيش حاجه، عشان لسه واكلين فمهمدين شويه. مريحين، اتغدوا وبيريحوا. اسمهم ايه؟ ده حسين وده منال. منال حسين وايه؟ ومنال. شفتوا قصه حب جميله بين حسين ومنال؟ يعني برضو في قصص كده يا جماعه. حسين اتمنى ما كنتش بزعجك، اتمنى ما كنتش بزعجك. ماشي، على فكره بيرد عليا، على فكره بيرد عليا. دول بقى ايه هنا؟ ده ايه؟ ده نمره. ده ذكر ولا انت؟ ده انثى. ده انثى. النمور ليها رعايه واهتمام غير الاسود؟ الاسد حضرتك بياكل طول الاسبوع ما عدا الجمعه. الببر بياكل كل يوم. ليه بقى حضرتك؟ يوم الجمعه لو بنصوم، فطبعا الببر ده بياكل اسماك، لانه في الطبيعه بتاعته ممكن ينزل يعوم في الميه ويصطاد لنفسه اسماك وياكل. كل الاسبوع كله لحوم والجمعه اسماك؟ الجمعه اسماك. اه احنا لو جينا الجمعه نلاقيه بياكل سمك. بياكل سمك. حضرتك اسمها ايه؟ عزه. برضو عزه. ايش الصوت وصل؟ على فكره برضه دي مولد. مفيش ايه؟ ايه هنا؟ والله. ايه عزه؟ ليه زوزه؟ ليه زوزه؟ ايه عزه؟ ده انت اقرب حاجه للقطط. بص الديل. فصيله القطط. فصيله القطط. فصيله القطط حتى في الوش والشكل. طبعا هي بتبقى اشرس من الاسد. هي اشرس. النمر اشرس من الاسد؟ اشرس. شوفي حضرتك الهجوم بتاعها بيجي ازاي؟ يعني شوفوا يا جايه بتهاجم يعني ما اتمناش ان احنا نشوف الصراحه. بايديها يعني. بص حضرتك لما تيجي قومي، يلا تعالي، يلا تعالي 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 تعالي. دي القطط ازاي؟ بص الايد، بص الايد، مالناش دعوه بالبق خالص، الايد اهم حاجه. ونحن في ختام الجولة النهاردة اللي عملناها، طبعا في ملاحظات كتيرة قوي قلناها، قلنا أغلبها وإحنا بنصور، بس لو عايزة دلوقتي أطلب منك تلخصي مجموعة من الرسائل المهمة اللي ممكن تقوليها دلوقتي، تقوليها للسادة في الإدارة العامة لحدائق الحيوان، تقوليها للسادة في وزارة الزراعة، السادة في وزارة المالية اللي دخل الحديقة هنا غالبا بيروح ليها الوزارة، أيا كان رسائل تخلينا نرجع تاني نفتخر زي ما كنا في يوم من الأيام بنفتخر إنه عندنا حاجة اسمها حديقة الحيوانات وكانت عالمية والناس كانت بتتكلم عليها. النهاردة حتى خرجنا من التصنيف بتاعها وما بقيناش درة تاج حدائق الحيوان الأفريقية زي ما كنا زمان. خليني أبتدي الأول وأقول لهم شكرا. أنا سعيدة جدا، أنا النهاردة أول مرة أشوف هذا المكان اللي هما بيطلقوا عليه هنا لقب السفاري، يعني اسم السفاري، وإن دي المساحة اللي دلوقتي اتحددت للأسود علشان تقدر تخرج تعيش في بيئة تحاكي بيئتها. الحاجة التانية إن إحنا مش هنقدر على طول ندفن رأسنا زي النعام وإحنا في حديقة الحيوان أهو بنتشبه بيهم، فللأسف إحنا لسه عندنا مشاكل. عندي مشكلة إنه دي الطبيعة اللي لازم يعيش فيها الأسد طول الوقت، مش يوم في الأسبوع ولا ساعتين في اليوم ولا غيره. زي ما شفنا عند الكلاب، ست بيوت وست كلاب في أوض ومحطوط في النص اتنين ديابة، وشفنا الحركة بتاعتهم وقد إيه هم عصبيين وقد إيه بيلفوا حول نفسهم وقد إيه مرعوبين وقد إيه. مين اللي بيفكر ومين اللي بيخطط في شكل توزيع الحيوانات دي؟ الحاجة التانية اللي احنا بنتكلم فيها، أنا عندي اشتراطات دولية،
عندي قوانين بيئة بتحكمني، عندي اتفاقيات دولية أنا ملتزمة بيها. هل حيواناتنا في هذه الحديقة كلها عندها مايكروتشيبس اللي هو الدليل أو البصمة الرقمية، الرقم الموحد اللي بيعرف الحيوان ده، بحيث أن أنا أبقى لما دخل الرقم ده على أجهزتي أبقى عارفة أنه ده نوعه كذا، سنه كذا، تاريخه الطبي كذا، جاي لي من برا، مولود من عندي، عمره قد إيه، أي بيانات إن كانت، اللي هو اشتراطات اتفاقية سايتس اللي هي احنا ملتزمين بيها، احنا موقعين عليها، البرلمان المصري اقرها، اصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المصري، بيحكمني اشتراطات معينة لا تطبق في حديقة حيواني الام. ايه اخبار بقى الثمان حدائق حيوان التانية او السبعة التانيين اللي في جنة مصر العربية؟ عايزين نظرة عليهم فورية. بالتأكيد الكلمة اللي هحب جدا اختم بيها بعد عدد لا بأس به من الساعات اللي قضيناها النهاردة داخل حديقة الحيوانات في الجيزة، هو أني أفكر نفسي وأفكر حضراتكم بأنه ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه المخلوقات بأنها أمم أمثالكم. هم أمم، هم ليهم عوالم أخرى حاسين فيها بكل حاجة البشر بيحس بيها. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يكون اختصنا احنا كبشر بحاجة اللي هي التمييز، فما ينفعش نستخدم النعمة دي أو الملكة أو الحاجة اللي عندنا اللي ربنا خصنا بيها مش موجودة عند الحيوانات في أن احنا نأذيهم وان احنا نيجي عليهم. لا، عايزين نوفر لهم الرعاية الكافية ونعلم ولادنا انه لما تجيب ابنك الصغير حديقة الحيوان علمه حتى لما يجي يداعب او يلاعب اي حيوان قدامه يرميله ازاي الاكل بطريقة ما يبقاش بيبان فيها كأنه بيعذبه، هو مش بيحدفه بالاكل، هو بيحاول يأكله. فرق كبير قوي قوي، حاجات صغيرة بس ممكن تفرق. بشكركم.